أن تعبد الله كأنك تراه، يعني تراقب الله جل وعلا وتستحضر اسمه الرقيب، فمنزلة المراقبة لا تحصل لكل أحد، لأن الغفلة غطت على قلوب كثير من الناس. تجد الجسم في المسجد والقلب في الشارع، في السوق، في البيت، في التجارة، في الزراعة، في الدراسة، القلب حضوره قليل عند كثير من الناس في هذا الوقت. والعبرة به بالقلب، وخطاب الشرع جميعه متجه إلى القلب. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فلا بد من المراقبة، مراقبة الله جل وعلا، فإنه هو المطلع على السرائر، يعلم السر وأخفى، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. فعلى الإنسان أن يراقب الله جل وعلا وأن يعبده بمرتبة الإحسان، أن يعبد الله كأنه يراه، كأنه يرى الله جل وعلا عيانا. إذا لم يستطع مثل هذا ولم يستطع يتيسر له تحقق هذا الأمر، فأقل الأحوال أن يتصور أن الله يراه ويطلع عليه ويطلع على سيرته وعلى نيته، فيتعامل معه على ضوء هذا. يعني لو أن الإنسان في مكتبه وقد أغلق الباب يتصرف بما شاء، نعم، في مكتبه وقد أغلق الباب قد يحدث وهو في مكتب ما دام ما عنده أحد، لكن افترض أنه فجأة دخل عليها المدير أو المدير بجانبه وهو يعمل ويعمل بما أكل إليه، هل يستطيع أن يخل بشيء من الآداب والمروءة فضلا عن الواجبات التي أكلت إليه؟ لا يستطيع. ولا تجعل كما يقول بعض السلف، لا تجعل الله أهون الناظرين إليك،